التنمية المحلية. وفي الحقيقة مبادرة مهمة جدا، وزير التنمية المحلية بيطلق مبادرة اسمها صوتك مسموع. المبادرة دي للاستجابة لاحتياجات السادة المواطنين، تنفيذا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية للحكومة بتفعيل كافة آليات التواصل مع المواطنين بالمحافظات بالكامل، والاستماع إلى مشكلتهم ومطالبهم وسرعة الرد عليها وحلها بما يحقق رضا المواطنين عن كافة الخدمات المقدمة ليهم. أطلق السيد اللواء محمود شعراوي وزير التنمية المحلية مبادرة جديدة تحت عنوان صوتك مسموع، برعاية الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء. أكد أيضا الوزير أن خدمة المواطنين في كافة محافظات الجمهورية تأتي على رأس أولويات الحكومة والوزارة خلال الفترة الحالية. كما أشار اللواء محمود شعراوي أيضا إلى أن المبادرة ترتكز على محورين رئيسين، المحور الأول تحت عنوان إدارة محلية مستجيبة للمواطن، والمحور الثاني بقى هنعرف تفاصيله مع طبعا الدكتور خالد قاسم المتحدث الرسمي باسم وزارة التنمية المحلية. دكتور خالد صباح الخير. يا فندم على برنامج. صباح الفل يا فندم. طيب احنا اتكلمنا يعني دلوقتي عن المحور الأول لهذه المبادرة، مبادرة صوتك مسموع. عايزين شرح يا فندم للمحاور دي علشان نعرف السادة المواطنين حتى اللي يعني يستفيدوا منها ازاي، والتواصل كيفية التواصل هتكون ازاي. اتفضل يا فندم. بسم الله الرحمن الرحيم. زي ما حضرتك تعلمي ان المبادرة دي زي ما اشار معاني الوزير انها بترتكز الى محورين رئيسيين. المحور الاولاني ان إدارة محلية مستجيبة للمواطن. أيوة. وده معناه يا فندم تعزيز للمشاركة المجتمعية، وإن أيوة. كل المواطن دور في إنه يساعد في الكشف عن فساد موجود في مكان، سوء إدارة موجود في مكان خاص، تراخيص بناء، تعدي على أراضي، إلى غير ذلك من الموضوعات اللي مهتمية بيها كافة الوحدات المحلية العاملة على الأرض المصرية. المحور الثاني كمان فنن بيركز على إدارة محلية تعمل ومن أجل المواطن، وبالتالي هنا احنا بنركز على سماع شكوى المواطن، استفسار، مشاركة بفكرة فيها فكرة ابتكارية تتبعت لنا. وبالتالي ده فنن بيتم من خلال منصة متكاملة. المنصة دي عبارة عن أربع روافد. الرافد الأولاني رقم واتساب هو 011 50 60 67 83. طيب 011 50 60 67 8 83 قدامنا أهو، قدامنا على الشاشة. اتفضل يا فندم. تمام تمام يا فندم. بالإضافة إلى ذلك في رقم ساخن هو 15330، نعمل على تشغيله. ده طول النهار يا فندم صح؟ ده طول النهار. سبعة ايام في الاسبوع. كويس قوي. تمام. ونحن نعمل حاليا على تشغيله ان شاء الله. الرافد الثالث كمان يا فندم هو ايميل ادرس، هو info@mld.gov.eg. قدامنا اهو على الشاشه يا جماعه. لو في حاجه شكوى فيها مرفقات وملفات وحاجات من هذا القبيل يستطيع صاحب الشكوى او يقدر يبعت فولدر او يبعت صور. بالظبط يا فندم، يبعت صور، يبعت تمام. فيديو، يبعت المرفقات، مستندات، الى غير ذلك من الامور المختلفه. بالاضافه الى ذلك يا فندم الحاجه الرابعه ان احنا فتحنا صفحه على الفيسبوك اسمها صوتك مسموع. نكتب بالعربي صوتك مسموع. بالظبط يا فندم، بتطلع الصفحه اهي معانا اهي. ده يا فندم حضرتك الاليه هتتبعت لنا المقترح او الشكوى او الحدث، هيجي لنا في غرفه عمليات للمبادره موجوده من الساده الزملاء العاملين في الوزاره. عاملين عليها طول الوقت بيتلقوا الشكوى. الشكوى بتروح للمحافظة أو الوحدة المحلية المختلفة اللي موجودة فيها الموضوع. زي ما أشار معالي الوزير أنه رؤساء المشرفين على مجموعات العمل في غرف عمليات المحافظات هم السادة سكرتير العموم، وده لسرعة البت في الشكوى والرد عليها ومتابعتها وإفادنا بذلك، وبناء عليه نقدر نفيد صاحب الشكوى من المواطنين بالرد على شكوته. كويس قوي.
يعني هي الحقيقة مبادرة يعني محترمة جدا، وكنا دايما بنتمنى ان ده يحصل، يمكن من زمان حكاية ان المواطن يتواصل مع المسؤولين بشكل مباشر وما يقلقش ان هو يبلغ عن اي واقعة فساد. طبعا بحييكم تحية كبيرة، ويعني المفروض ان كمان وزارة التنمية المحلية دي من اكثر اختصاصاتها حساسة جدا، لان هي بتتكلم او المفروض ان هي بتتفاعل مع المواطن بشكل مباشر من غير اي وسائط. فبشكرك جدا يا فندم دكتور خالد قاسم المتحدث الرسمي باسم وزارة التنمية المحلية، وتحياتي لحضرتك وطبعا لهذه المجهودات. وكمان على فكرة ان كمان في عدة جهات ووزارات بتتعاون مع وزارة التنمية المحلية علشان يوصلوا هذه الخدمة، زي ما شفنا طرق التواصل وصفحة صوتك مسموع على الفيسبوك لو حد حابب ان هو يتواصل.